كلام في الفن من الولايات المتحدة الأمريكية. إنها إرادة الله التي تهب الإنسان الأشياء الكثيرة والجميلة بما فيها الفن. كان بيسمع أغاني عبد الحليم حافظ والست أم كلثوم. لحن البداية وصلنا على كلمة كاملة. فيك يا مروي. مشيت لمروي، عملت أغنية مروي. فيك يا مروي. كل منطقة شرق السودان أعتبرها منطقتي، بالرغم من أني أعتبر السودان كل منطقتي. فيجي واحد الكابل من أول مرة يدخل في يعني مرتبة متقدمة جدا. قالوا لي بالحرف الواحد: طال الزمان أن قصر سوف تغني. لأول مرة يغني ويتغنى كان قدام جمال عبد الناصر. أخت بلادي. بالنسبة لي أنا كزوج يعني فعلاً هو الشخص اللي أنا أتمنيه. مميز حنين، دائماً بميل للمنطق. فالإنسان بس يحاول يفلسف القضية ويحاول يطلع منها بالعبر. والرجل سمح. قول الحقيقة والمبادئ.